بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث الصحيح عن سلمان بن عامر الضبي من قبيلة ضب، فخذ من أفخاذ العرب، رضي الله عنه، أنه صحابي على الصحيح، أنه صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهم. قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. هذا توجيه نبوي كريم مفيد للإنسان من حيث الصحة، لأن المعدة إذا خلت من الطعام فيحسن أن يأتيها الشيء الحلو وسهل الهضم، والتمر والرطب حلو وسهل الهضم، والجسم حاجة إلى الحلو وسهل الهضم لئلا يثقل على المعدة. فإن لم يجد التمر لم يتيسر له فليشرب ماء، أفضل من أن يأكل طعاما بر أو رز أو غيره من أنواع الأطعمة، لأن التمر والرطب أحسن منه. الرطب هو التمر الذي أوله توه الآن لين ومحفوظ ومأخوذ من النخل مباشرة، هذا الرطب. والتمر هو المكنوز المحفوظ في أوانيه، وكلاهما حسن، إلا أن الرطب أحسن من التمر، أسهل هضما وتقبله النفس والشهية أولى من غيره. فإن لم يجد الرطب فليفطر على تمر يقوم مقامه وينوب عنه، فإن لم يجد التمر فليشرب شيئا من الماء لأنه طهور، يطهر المسلك الطريق إلى المعدة. إذا أتاها الماء وهي في حاجة إليه طهرها ونفعها، فإذا وصل إلى المعدة نفع فيها كذلك كنفعه في طريقه إليها. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه، فهو دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه في ديننا وفي دنيانا وفي صلاح أبداننا وصلاح مجتمعاتنا. وكل تعليماته صلى الله عليه وسلم مفيدة ونافعة،
وقد قرر الأطباء ذلك هذا بعد زمن طويل من بعثته صلى الله عليه وسلم، فهو بعث بالحنيفية السمحة الواضحة الجلية والحمد لله. فعلى المسلم أن يقبل السنة ولا يعترض عليها بشيء، لأن من اعترض عليها اعترض على خبرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعترض على تقرير الوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرر ما ينفع الإنسان أبدا في دينه ودنياه عليه الصلاة والسلام، فهو توجيه من حكيم حميد، كما قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه وحي نازل من الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي القرآن صلى الله عليه وسلم ومثل القرآن الوحي الذي هو السنة، فالسنة هي الوحي الثاني، وهي صحيحة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحة، فيجب على المسلم أن يأخذ به ولا يتردد. رواه الخمسة من هم؟ الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صححه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحاكم. درجة الحديث: الحديث حسن. في هذا الباب ثلاثة أحاديث، أحدها هذا الحديث الذي معنا وقد علمنا من أخرجه من كلام المصنف. الثاني حديث أنس مرفوعا بلفظ: كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار، أخرجه العقيلي في الضعفاء والضياء المقدسي. الثالث حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وهذا أصح الأحاديث الثلاثة، فهو حديث حسن، فقد حسنه الترمذي وصححه أبو حاتم والحاكم ووافقه الذهبي. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جاء الحديث من رواية الترمذي وأبو داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ثانيا، ففي الحديث استحباب الإفطار على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء. ثالثا، قال ابن القيم في الطب النبوي: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه، فإن التمر مقوي للكبد ملين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، وأكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. وقال الدكتور صبر القباني: التمر غني بعدد من أنواع السكر، فهو يتحلل رأسا إلى الدم، فالعضلات لهيب في العضلات ليهبها القوة. يعني هو أسرع الأطعمة فائدة للجسم بعد الصيام، بعد الامتناع عن الأكل، أسرع الأطعمة فوائد وتحصل عليها الجسم منه أسرعها التمر، الرطب ثم التمر ثم الماء. وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام والإفطار، فالصائم يستنفذ السكر المكتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم
عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان في البصر، لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار لتعود إليه قواه سريعا. رابعا، قال محرره عفى الله عنه: فمثل هذا الحديث من الإعجاز العلمي الذي اكتشف في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة مما يثلج قلب المؤمن، من الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. فهو أخبر عن شيء لم يعرف فعرف فيما بعد، عرف فيما بعد أنه على ما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ثم عاد هو بالخيار، إن شاء يشربه وإن شاء يرميه، ما يلزم أن يشربه. ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرب، لكن أمره بغمسه، قال لأنه يتقي ويقف ويجلس على الماء على جناحه الذي فيه الداء، فإذا غمس تقابل الداء مع الدواء فلا يكون فيه ضرر. ولا يلزم الإنسان أن يشربه، ما يلزمه، إن شربه فبها وإن لم يشربه فلا يلزمه. قال محرره عفى الله عنه: فمثل هذا الحديث من الإعجاز العلمي الذي اكتشف في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة مما يثلج قلب المؤمن بأنه تنزيل من حكيم خبير. يعني هذا يدل على أن السنة والقرآن كلها تنزيل من الله جل وعلا، الذي يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون عليه جل وعلا، فهو عليم بكل شيء. وهذا دلالة على أن السنة من عند الله جل وعلا. خامسا، قوله: فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. الطهور هنا المراد به، والله أعلم، أن الماء مطهر للمعدة والأمعاء، وهذا الآن حقيقة علمية طبية، فإن الأطباء ينصحون ويوصون بشرب الماء على الفراغ، ويقولون إنه يغسل المعدة والأمعاء ويعدل طبيعة الإنسان. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل له أب متوفى وأم ما زالت على قيد الحياة، فأراد أن يعتمر، فأيهما يقدم في الاعتمار عنهم، علما بأنه لم يسبق لهما أداء العمرة؟ الأب والأم لهما حق عظيم على الابن والبنت، فعليه أن يبرهما، لكن إذا تساويا فيبدأ بالأم، وإذا اختلفا كان يكون الأب لم يعتمر والأم قد اعتمرت فيبدأ بالأب، وهكذا. فمثل هؤلاء يحسن أن يبدأ بالأب لأنه لم يعتمر وقد مات، بخلاف الأم فيحتمل إن شاء الله أنها تعتمر بنفسها. فإذا كان يأمل أن تعتمر الأم بنفسها فيعتمد عن الأب أولا، ثم إن لم تعتمد عن نفسه اعتمر عنها ثانيا. وأما إذا كانت كبيرة ولا تستطيع السفر فيبدأ بها لأنها أحق من الأب. يقول السائل:
إن كان الإنسان محرما في مكة هل يقتل الفأرة والحدث والحية؟ نعم، هذه الخمس البواسق تقتل في الحل والحرم للمحرم وغيره لأنها مؤذية. يقول السائل: جئت من المغرب وليس عندي ملابس إحرام واشتريتها من جدة وأحرمت منها، فما الحكم؟ يحسن بك أيها الأخ أن تسأل عن الحكم قبل أن تحرم، أما ما دمت أحرمت فقد أخطأت. الواجب عليك أن تحرم بالسيارة أو بالطائرة حتى لو لم تجد ملابس الإحرام، تحرم بالسراويل وتلف الشماغ أو الغترة أو الإزار على كتفيك وتجعله ردا، والسراويل تكفيك سترا لعورتك، فمن لم يجد الإزار فليحرم بالسراويل. ولو أحرمت بالطائرة عند الميقات لما صار عليك شيء ولما أخطأت، لكن الآن أنت أخرت الإحرام إلى جدة، وجدة ليست ميقاتا ولا يحرم منها إلا من نوى الإحرام فيها، جاء لغير العمرة ثم نوى الإحرام منها. فعلى المسلم أن يسأل عن دينه قبل أن يعمل خير له حتى يدل على الصواب بإذن الله. والإحرام ترك الإحرام من الميقات ترك واجب، ولبس المخيط فعل محظور، والمحظور أخف من الواجب، والسراويل جاء لبسها في من لم يجد الإزار. لو أحرمت بالسراويل ما صار عليك شيء، عملك يكون صحيح، لكنك لم تحرم وأجلت الإحرام حتى تجاوزت الميقات، فهذا لا يجوز لك أن تؤجل الإحرام إلا لو أنك جئت لغرض ما غير العمرة، ثم بدالك أن تعتمر وأنت في جدة نقول أحرم من جدة ولا شيء عليك. يقول السائل: رجل كبير في السن لا يستطيع الصوم وليس عنده مال، وأعطاه واحد مال، هل يستطيع أن يتصدق بهذا المال أم يكتفي؟ ما دام أن الله جل وعلا رزقه مالا فيعطي الفدية منه، إذا كان لا يستطيع الصيام لكبر أو ضعف لا يرجى برؤه، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان مرضه يرجى برؤه فالأحسن أن لا يطعم، وإنما ينتظر حتى يمن الله عليه بالشفاء فيصوم، فإن لم يتمكن أطعم في النهاية. الواجب على الإنسان الصيام، فإن لم يستطع الصيام الآن فعليه عدة من أيام أخر، كما قال الله جل وعلا: عدة من أيام أخر. فإن أيس من صيام عدد الأيام التي أفطرها من رمضان فعليه أن يتصدق عن كل يوم يعطي إطعام مسكين، وإطعام المسكين نصف الصاع من أي طعام من قوت البلد، من الأرز، من التمر، من البر، من الزبيب، من غيره من قوت البلد. ولو أنه أعطي هذا المال في الحال فلا بأس أن يتصدق منه، لأن الله جل وعلا رزقه ذلك بعدما كان ليس عنده شيء.
يقول السائل: مسافر سيقوم في مكان 4 أيام، فهل له أن يأخذ برخص السفر في هذه المدة، يأكل ويشرب ويقصر الصلاة في شهر رمضان؟ سيقيم في مكان ما 4 أيام. 4 أيام لا تؤثر عليه في سفره، له أن يترخص في رخص السفر فيأكل ويشرب ويقصر الصلاة لا بأس، لكن عليه ألا يجمع المغرب والعشاء ولا الظهر والعصر، لا يجمع الجمع لأداء نازل في المكان ما ينتقل منه، وإنما الجمع عند الانتقال. يقول السائل: صليت خلف إمام فتم العشاء وأنا مسافر فأتممت معه وصليت بعدها المغرب، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا بأس عليه في هذا، فعله صحيح ما دام أنه صلى خلف إمام يتم مقيم، فعلى المأموم أن يتم مثل إمامه، ما يجوز للمأموم أن يقصر وإمامه يتم، وإنما يتم مثله، ولا بأس عليه أن يؤخر صلاة المغرب عن صلاة العشاء، لأن الترتيب يسقط عنه لخشية فوات صلاة العشاء صلاة الجماعة، فيصلي صلاة العشاء مع الجماعة ثم يصلي المغرب بعدها. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يسوغ له أن يصلي العشاء بعد المغرب مرة ثانية أم لا، والصحيح أنه لا يلزمه ذلك. يقول السائل: في بعض الأوقات يتأخر الإمام عن الكعبة، فهل الأفضل الصف الذي خلف الإمام أم الصف الذي حول الكعبة؟ يرى كثير من العلماء رحمهم الله أن الصف الأول هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، ويرى بعضهم أن الصف الأول هو الذي يلي الكعبة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الصف الأول هو ما كان خلف الإمام، فيحسن بالصف الأمر أن يصلي خلف الإمام ولا يتقدم على الإمام ليقرب من الكعبة، فله أن يصلي أقرب من الإمام في الجهة التي لا يكون فيها الإمام، فما يجوز أن يتقدم على الإمام في جهته، وإنما في غير جهته له ذلك، مثلا كان يكون الإمام يصلي خلف المقام والمأموم يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود بينه وبين الكعبة متر أو ذراع، لا بأس بهذا لأنهما تقدم على الإمام، لكن لا يجوز أن يصلي عند الباب والإمام خلف المقام، لأنه يتقدم على الإمام في جهته. يقول السائل: هل أجر الصلاة في أحياء مكة تعدل 100,000 صلاة أو هذا خاص بالمسجد الحرام؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول مضاعفة الصلاة في سائر أنحاء مكة داخل أميال الحرم، كل هذا مضاعف، ما كان داخل أميال الحرم فهو مضاعف، الصلاة 100,000 صلاة. بعضهم يقول الصلاة المضاعفة ما كانت داخل الكعبة فقط،
وهذا قول ضعيف مرجوح. قول الثاني أن الصلاة المضاعفة بمائة ألف صلاة ما كان داخل المسجد الحرام. الثالث أن الصلاة المضاعفة ما كان في بنيان مكة. الرابع أن الصلاة المضاعفة ما كان داخل أميال الحرام، ولعل هذا أقرب للصواب إن شاء الله، لأن الله جل وعلا أطلق على المسجد الحرام كل مكة. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإلحاد في الحرم متوعد به بهذا الوعيد، وليس المراد الإلحاد في المسجد الحرام فقط، بل في سائر مكة، علما أنه كلما قرب من الكعبة فهو أفضل. يقول السائل: عندي فشل كلوي، هل أفطر وقت الغسيل وهل يلزمني قضاء؟ نعم يا أخي، إذا استعملت الغسيل هذا فإنه يدخل للجسم الماء ويغذي الجسم وينشط ويقوي فيما بعد، فهو عبارة كأنك تأكل أو تشرب، فهو يفطر هذا ولا تصم، وعليك القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها. اليوم الذي تفطر فيه يكون عندك غسيل، يلزم أن تقضيه في أحد الأيام من شوال إلى شعبان القادم، مدة 11 شهر كله قضاء والحمد لله. يقول السائل: رجل دخل المسجد بعد أذان العصر وهو مسافر، هل يصلي مع الإمام أم يصلي مع صديقه المسافر العصر مع الظهر جمعا وقصرا، علما أنه لم يصلي الظهر؟ له أن يصلي مع صاحبه وينصرفان إذا كان مسافر ماشي بالطريق، أما إذا كان نازل فلا ينبغي له أن يتقدم على الجماعة بالصلاة، وخاصة إذا كان عليه صلاة الظهر وقد دخل بعد أذان صلاة العصر. فالمسافر يروي صلاة الظهر أولا ثم صلاة العصر. يقول السائل: جاء معتمرا ولم يلبس لبس الإحرام عند ميقات الإحرام، فما حكم ذلك علما بأنه لا يعلم؟ لم يلبس ملابس الإحرام عند الميقات، فالحكم عليه هدي إذا أحرم دون الميقات، لأنه يلزم من أراد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات، فإن لم يحرم من الميقات وأحرم دونه وهو يريد الحج أو العمرة فيلزمه هدي، علم بذلك أو لم يعلم، لأنه يجب على المسلم أن يفقه شيئا من دينه ولا يتخبط في الجهالة والضلالة ويقول أنا ما أعرف. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على المسلم أن يتفقه في دينه ولا يتخبط في الجهالة، فهذا عليه هدي إذا كان ناوٍ الإحرام، راغب في الإحرام وعازم على الإحرام عند الميقات، فيجب عليه أن يحرم عند الميقات. لكن إذا لم يكن نوى
مثلا جاء في الطائرة إلى جدة لغرض في جدة ولم ينوي الإحرام، له أن ينزل في جدة بدون إحرام، ثم إن عزم على الإحرام يجب عليه أن يحرم من جدة، وإن لم يعزم فلا بأس عليه فهو في حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان، أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل اليمن من يلملم، وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول السائل: رجل عنده مال كثير في البنوك وهو يخرج الفوائد كلها زكاة في رمضان ويضحي منها، هذا الفعل لا يجوز، وهو محاربة لله ولرسوله، فيحرم على المسلم أن يتعاطى الربا حتى لو نوى صرف الفوائد كلها في سبيل الله، فالله جل وعلا قد لا يقبل منه ذلك إذا كان هذا الكسب من الحرام، فلا ينفع أن يتصدق به، وإنما عليه أن يتصدق من الحلال من كسب التجارة ونحو ذلك. أما الربا فهو سحت ويضر صاحبه ولا ينفعه ولا يجوز له ذلك، لأنه حال أخذه الربا يكون محاربا لله ولرسوله، فلا يجوز للمسلم أن يحارب الله ورسوله. والربا من أشد المحرمات، يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني إذا استحل الربا يكون والعياذ بالله خالد مخلد في النار إذا استحل ذلك، وأما إذا تعاطى الربا ولم يستحله ويرى أنه حرام فهو على نيته، والله جل وعلا قد يثيبه، قد يغفر له وقد يعذبه، والمحاول المرابي محارب لله ولرسوله، لكنه لا يعتبر كافر إلا إذا استحل الربا. فرق بين المرء إذا استحل كالكبيرة أو عمل الكبيرة غير مستحل لها، إذا زنى يرى أن الزنا مثل النكاح، يقول ما في فرق، أنا ما قصبت أحد، أنا أخذت المرأة هذه وسارت معي وزنيت بها وأعطيتها أجرتها، يقول هذا حرام وأنت كافر بذلك، لأنك استحللت ما أجمع على تحريمه بالضرورة. وأما إذا لم يستحل الزنا، زنى بالمرأة وندم على ما فعل أو لم يندم، فأمره إلى الله، فلا يقال كافر، وإنما يقال مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب، إذا فعل الذنب لا يكفر إلا إن استحل له من استحلال الربا، قال ما في فرق بين البيع والربا، فهذا كلام كافر. أما إذا كان يرى أن الربا محرم ويقول أنا ابتليت بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله وأرجو الله أن يعصمني منه،
فهذا مرابي وهو واقع في الحرام، لكن ما نكفره، ما نقول إنه كافر. فرق بين أن يستحل المسلم الحرام فهذا يكون كافر، ما يكون مسلم. أما إذا لم يستحل الحرام ويرى أنه حرام لكنه ابتلي بهذا، فهذا أمره إلى الله جل وعلا ولا يكفر بذلك. فلا يجوز للمسلم أن يستعمل الفوائد الربوية، والله جل وعلا توعد على ذلك بأشد الوعيد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم كأنه مصروع، كأنه مجنون، كأن في جنون، يقوم ويمشي ويسقط ويمشي ويسقط، يفتضح أمام الناس في عرصات القيامة وفي وقت المحشر. فعلى المسلم أن يجتنب ذلك خشية أن يفتضح أمام الناس. يقول السائل: هل يجوز الاتيان بأكثر من عمرة في رمضان، مثل عمرة في العشر الأول وعمرة في العشر الوسطى وعمرة في العشر الأخيرة؟ هذا يا أخي إن كان يأتي من بلاده بهذه العمرات فلا بأس عليه إن شاء الله. رجل في بلاد ما، في الرياض، في كذا في كذا، يأتي في العشر الأول بعمرة ثم يعود إلى بلده، ثم يأتي بالعشر الأوسط في عمرة، ويأتي في العشر الأخيرة بعمرة، هذا لا بأس به، ولعله يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فهذا يتابع بين العمرات لا بأس عليه إن شاء الله. أما إذا كان يكرر العمرة من مكة فهذا لا أصل له ولا ينبغي أن يتابعها كذا، وإنما يجعل عمراته متباعدة بعضها عن بعض. يقول السائل: بعد زواجي قد ضيعت صيام بعض شهر رمضان ولم أحصرها الآن ولم أتأكد منها، أرجو إفادتي في ذلك. عليك أخي أن تبرئ ذمتك مما علقها، فأنت اليوم الذي تفطر فيه رمضان يجب عليك قضاؤه إن كان فطرا فقط، وأما إن كان جماعا فيجب عليك في كل جماع كل يوم فدية كافية. جماع رمضان يجب فيه عتق رقبة المرة الواحدة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع صيام الشهرين فعليك أن تطعم 60 مسكينا عن صيام الشهرين. ولا يجوز لك أن تتساهل في ذلك، لأن الحساب في الدار الآخرة شديد لمن تساهل في الواجب، فعليك أن تبرئ ذمتك بيقين. يقول السائل: جئت إلى مكة في آخر شعبان للإقامة بمكة شهر رمضان، وفي رمضان سوف أخذ عمرة، فهل يكون الإحرام من مكة؟ لا يا أخي، أنت أخطأت في مجيئك إلى مكة بدون إحرام. الواجب عليك أخي ما دمت جئت لتصوم رمضان في مكة أن تحرم من الميقات الذي تمر به، تحرم من الميقات الذي تمر به، لأنك تقصد مكة للعمرة،
والإقامة مثلا، فتحرم من الميقات الذي تمر به. ثم إذا أقمت في مكة ودخل عليك شهر رمضان وأردت أن تحرم بعمرة، فلا بأس عليك من أجل رغبتك في العمرة في رمضان. والآن أرى لك أنك تعود إلى الميقات إذا أردت الإحرام أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا بأس عليك إذا دخل رمضان إن شاء الله. يقول السائل: هل حديث أنس في العمرة يعتمر المقيم عند طلوع الشعر من فروة الرأس؟ ويقول بعض المشايخ أن المقيم ليس له عمرة إنما عليه طواف. المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا أراد أن يحلق شعر رأسه خرج إلى الحل فأحرم منه ليحلق حلقا شرعيا، حلق عبادة لا عادة. فالحلق بدون نسك يعتبر حلق عادة، والحلق في النسك يعتبر حلق عبادة. فيحسن إذا أردت العبادة أن تحرم بعمرة وتأتي بها، ولا تتابع بكثرة العمرات من داخل مكة، علما أن الطواف هو أفضل أفعال العمرة، وهو متيسر لكل إنسان موجود في مكة والحمد لله في أي وقت يأتي ويطوف. في أي وقت يأتي للطواف، يأتي بعد صلاة الفجر، يأتي بعد صلاة العشاء، يأتي في أثناء الضحى، في أثناء الليل، ويطوف ويعود إلى أهله بالسلامة، وهو شرعي، هذا لا بأس به، بخلاف من كرر العمرة وهو مقيم في مكة فلا ينبغي له مثل ذلك. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والأمان والعفو والعافية والقبول بالمغفرة يا رب العالمين.